وهو ما أول كتاب ألفته؟ أول كتاب كان الخلاصة في العقيدة الإسلامية، وأذكر أنه كان في الأساس منهج في المسجد وضعته لتدريس الطلاب، فانتشر في عمان، فاتصل بي صاحب مكتبة وقال يريد نشره بعد أن وصل إلى مسقط، وطبعا هو صاحب مكتبة الأنفال، ونشر الكتاب، ولأنه طبعا لاقى إقبال شديد من الناس، طبع في عدة طبعات، فاقترح أن نمضي في ذلك المنهج في عدة كتب أخرى. ما شاء الله، بارك الله فيكم. بالنسبة للتأليف، ما الاستراتيجيات المتبعة لديك في التأليف؟ أو يعني بصورة أبسط، كيف يؤلف الشخص أو كيف تؤلف؟ الحقيقة تعجبني دائما أن يكون للإنسان خطة في حياته. يعني الإنسان مربوط بثلاثة أمور: بخطة، بهدف في حياته، وبخطة لتنفيذ هذا الهدف، ثم بعد ذلك باستراتيجيات لتنفيذ هذا الهدف حتى ينفذ. ليس المهم وضع الخطط، لكن المهم تنفيذ هذه الخطط. ولذا دائما الإنسان، لأنه أحرص أو أثمن ما لديه هو عمره، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الحجة الأولى أمام كل شخص التي ستلقى أمامه يوم القيامة هي حجة العمر. أنت أهدرت عمرك في ماذا؟ فعلى الإنسان دائما، لأنه ليس فقط لأنه الوقت هو عمره وحياته وإنجازه في الحياة، بل أيضا لأنه أيضا سيسأل عنه يوم القيامة. فأثمن ما يمكن أن نمسك به هي هذه الأوقات، هذه اللحظات. فعلينا دائما أن نحرص في بداية كل عام، هجري أو ميلادي ما شئت، أن تضع خطة لك، ما الذي تريد أن تنجزه في هذا العام، وكيف تصل إلى ما تريد إنجازه، ثم تتبع هذه الخطة وتقوم نفسك دائما. وأنا أذكر يعني قبل سنوات، يعني في عام 2005 وضعت خطة لي تكفيني لعشر سنوات قادمة، ما الذي أريد إنجازه، ولذلك ما الذي علي أن أقرأه في كل عام، بماذا سأهتم. ولهذا كانت الكتابات التي أكتبها مرتبطة بهذه الخطط. طبعا مع انتهاء السنة الماضية وقفت عند خط معين، انتهى المشروع الذي بدأته قبل يعني من عام 2005 إلى العام الماضي، إلى العام المنصرم. توقفت إلى أن انتهى قضيتي الأولى التي أردت أن أضع لها حيزا في حياتي، وهي قضية تبسيط علوم السلف وتقديمها إلى الخلف. وكان 50 يعني كان إنجاز ذلك في 50. توقفت عند ذلك وبدأت بخطة أخرى، هي قضية ما أحمله أنا من أفكار. أنا طالعت علوم السلف وطالعت ما كتب في هذه الكتب، وقدمت الخلاصات التي وصلت إليها باللغة التي أريدها وبالطريقة التي أريدها للأجيال القادمة، لكن ماذا عن آرائي وأفكاري؟ هذه ما بدأت كتابته منذ السنة الماضية، وأنا مستمر في ذلك إن شاء الله، لكن دائما الخطة المرسومة هي التي توجهني. ولذا لا أضع كثير من الظروف تؤثر أو تتدخل في هذه الخطط، أو حتى تضيع هذه البوصلة التي أمشي عليها أو التي أسير وفقها. ولذا على الإنسان دائما أن يضع هذه الخطط دائما نصب عينيه. فكيف تؤلف، كيف تكتب؟ أنا شخصيا وأظن أي كاتب حقيقي في هذا العالم يكتب، هي خلاصة قراءاته، هذه حتى آراء الخاصة هي خلاصة قراءات في الحقيقة. فالقراءات هي توجهك ويتقدم لك ما الذي ينقص. أنت الآن قرأت في موضوع معين، في موضوع معين، يعني لأضرب مثال على الكتاب الأخير الذي كتبته في السيرة النبوية،
الكتاب يتحدث عن السيرة النبوية، محاكمة السيرة النبوية على ضوء القرآن. القرآن كيف تحدث عن السيرة النبوية؟ السيرة النبوية التي وصلتنا بالروايات كيف هي؟ طبعا التناقض كبير جدا بينها. قراءة كتب السيرة النبوية، بعد القراءات، بعد قراءة أكثر من 260 كتابا في السيرة النبوية، وصلت إلى القناعات الحقيقية التي يجب أن تسير عليه. ما الذي ينقص هذه الكتب؟ ما الذي أريده؟ طبعا عندما أقرأ، أقرأ للسلف وأقرأ أيضا للباحثين المعاصرين، ولا شك أن الباحثين المعاصرين يمتلكون خصائص لا يمتلكها السابقون بحكم طبعا التطور المعرفي الذي وصلنا إليه وأجهزة البحث وغيرها، وأيضا بحكم المناهج العلمية التي تدرس في الجامعات. فوصلت إلى قضية ما الذي ينقص في السيرة النبوية. عندما أخرجت هذا الكتاب، أخرجته على أساس ما قرأته وما وجدته ناقصا في هذه الكتب وما نحن بحاجة إلى تقديمه. قد تجد كتابا يعني تستهجنه في البداية، لكن به كثير من المعارف في الداخل. أنت عندما، أنا نصيحتي لأي أحد منكم ولأي شخص، إياك أن تتخذ موقف من مؤلف تقول أن هذا المؤلف لا يعجبني ولهذا لا أقرأ له. لربما على الأقل أنت عندما تقرأه إما أن تتبين أنه يقف على أرضية صلبة، فتعرف وتقدر هذا الإنسان وتقدر بحثه على الأقل، وإما أن تعرف أنه يقف على أرضية مهترئة ليست بشيء، فأيضا تضعه عند قدره. لكن أن تحكم على الناس دون أن تقرأ، هذه من أكبر الأخطاء العلمية التي نقع فيها نحن، ثم نتخذ موقفا لعواطفنا، لمجرد عواطف نتخذها في أنفسنا، وحتى لا نكون نحن العرب كما عبر أحد الكتاب ظاهرة صوتية نتأثر بالأصوات مثلا. لهذا اقرأ لكل أحد، خاصة عندما تريد أن تمسك أو تقرأ في موضوع معين أو تبحث في موضوع معين أو تكتب في موضوع معين، اقرأ للذي يسير معك في نفس الخط، ولكن الأهم أن تقرأ لمن لا يسير معك في نفس الخط حتى تتبين حججه وبراهينه فتصلح من موقفك وتستفيد. يعني الكاتب عندما يكتب هو ينقل خلاصة قراءات، خلاصة بحوث، خلاصة دراسات، خلاصة حياته وأفكاره، يقدمها لك على وريقات. أنت لو قلت لك تحضر ندوة يحضر فيها أو يحاضر فيها ابن خلدون والمتنبي وكبار العلماء، لما فرطت في حضور هذه الجلسة. لكن عندما تقرأ كتبهم أنت تأخذ خلاصة أفكارهم وأنت مستريح في بيتك، هذه أفضل من تلك. فدائما اقرأ حتى تصل إلى قضية الكتابة، لا تتسرع في قضية الكتابة. وطبيعي أن الإنسان بعد ذلك قد تتغير أفكاره وتتغير آراءه بين الكتاب الأول والكتاب العاشر مثلا الذي يكتبه، لأن الإنسان خلقت في قدرة التطور والتغيير. أحسنتم، بارك الله فيكم. حقيقة الأمر كنت أود أن أسألك عن آخر كتاب، وفيما أحسب حدثتني مكة، أليس كذلك؟ فهل حدثتنا عنه؟ الكتاب الذي يتحدث فيه السيرة النبوية حدثتني مكة، فحبذا لو تحدثنا عن هذا الكتاب ما أنك تطرقت إلى هذا الكتاب، بارك الله فيكم. طبعا لدي كتابان الآن، كتاب في تدبر القرآن وهو آراء خاصة، بعد أن أنجزت كتاب تفسير الوجيز بقيت لدي آراء خاصة في القرآن خاصة بي، فكتبتها في الكتاب الآخر الذي هو روح البيان، وهو أيضا في 650 صفحة تقريبا، تو من الطبع لكنه يطبع في لبنان، وهو آراء خاصة في القرآن وفي تدبر القرآن، وهي رحلة تدبر مع القرآن. ونحن أقدر بنا في هذا الكتاب العظيم، هذه ميزة القرآن. أنا في ظني أن معجزة القرآن الكبرى هي قدرته على مسايرة الإنسان والزمان والمكان. قدرة القرآن، تعجبني مقولة لابن عباس: لو قلت لكم أنني أراها أفضل ما قاله السلف على الإطلاق لما قلت لكم زيفا. شخصيا أعتبر هذه المقولة أعظم ما قاله السلف. ابن عباس، وأنتم تعرفون ابن عباس،
لما قيل له أنت تفسر القرآن بغير ما قاله عمر وبغير ما قال علي وبغير ما قال أبو بكر، قال كلمة رائعة. هذه الكلمة هي دستور في فهم القرآن. قال: القرآن يفسره الزمان، القرآن يفسره الزمان. بمعنى أن هذه الآية، بل أضرب لكم مثلا: والأرض بعد ذلك دحاها، الدحية. هذه الدحية عند العرب من معانيها في اللغة البيضة، بيضة النعامة بالخصوص، ومن معانيها الاستواء والتسوية. عندما العرب كانوا في ذلك الزمن لم يصلوا بعد إلى أن الأرض كروية، فسروها بمعنى الاستواء. لكن عندما وصل العلوم اليوم إلى ما وصلت إليه، وعرف الإنسان أن الأرض هي بيضاوية أو كروية، رجعوا إلى التفسير الأول: والأرض بعد ذلك دحية، جعلها كالدحية. أو جمعوا بين التفسيرين وقالوا: جعلها كذلك كبيضة النعامة، وأيضا في نفس الوقت جعلها مستوية من الداخل. وهذا إعجاز للقرآن. ما أريد أن أقوله أننا من الخطأ الفاحش أن نأتي بكتاب الله ونربطه بتفسير فسر في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس الهجري، ثم نتوقف عند ذلك. والقرآن يحتمل التفاسير الأخرى، ولا يتوقف عند تفسيرنا، لأن الذين سيأتوا من بعدنا أيضا لن يعجبهم ما نصل إليه، لأن العلوم والمعارف أيضا ستتطور في عصرهم. فالمعاني القرآنية تنمو وتتكاثر بشكل كبير جدا، ليجعل لهذا القرآن قابلية النمو والحركة عبر الزمان.